أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة صوت العراق ومقال للكاتب مهدي قاسم: جميع القوى السياسية لها دورها الأساسي والرئيسي خلال كل هذه السنوات الطويلة في خلق وإيجاد هذه المظاهر السلبية والكارثية من فساد ولصوصية وسوء خدمات وفشل إداري، والتي نتجت عنها أزمات ومآس اجتماعية وفواجع وعذابات نفسية لا زال يعاني منها الشعب العراقي بكل مرارة وشدة حتى هذه اللحظة. لهذا السبب كنت مندهشا وغير فاهم الأسباب الدافعة والكامنة خلف استضافة فضائيات مرارا وتكرارا لهذه النفايات من أحزاب السلطة المستهلكة، مثيرة الاستهجان واستهزاء بعض المشاهدين وسخط وغضب واستفزاز بعضهم الآخر. إنهم يستغلون جهل وسذاجة وعواطف بعض الناس بهدف النصب والاحتيال عليهم من أجل العودة إلى السلطة ومواقع النفوذ مجددا لتكريس معاناة الناس وعذاباتهم إلى ما لا نهاية. من حيث المبدأ يعتبر غالبية الساسة والمسؤولين المتنفذين الذين تبوأوا مناصب مختلفة سواء تنفيذية كانت أم تشريعية يعتبرون بكل المقاييس فاشلين وفاسدين، وبعضهم قتلة وسفاحين بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما بعد مرور 19 عاما على وجودهم في السلطة أو مواقع النفوذ السياسي المؤثر، ليتحول بعضهم فيما بعد إلى نفايات سياسية مستهلكة لا تصلح لشيء ما عدا للكب في قمامة التاريخ فحسب. وبالتالي فكان من المفروض لهذه النماذج الساقطة ضميريا وأخلاقيا وشعبيا أن تنزوي جانبا على الأقل مرتدة نحو زاوية النسيان لينساهم الشارع العراقي، وذلك طالما لا تتوفر ظروف وإمكانية محاسبتهم وملاحقتهم الجنائية في الوقت الحاضر بسبب الفساد وتشابك المصالح بين الطبقة السياسية وجهاز القضاء والسلطات الجنائية. ولكن مع ذلك تصر هذه النماذج السياسية الرثة على أن تظهر في فضائيات بين أسبوع وآخر، وهي تتشدق بكل نفاق ورياء عن مظاهر الفساد وسوء الخدمات والأزمة المالية، وكأنها من ملائكة أطهار وأبرار. يتساءل الكاتب علاء كرم الله: هل أصبح موضوع القضاء على الفساد والفاسدين حلما بعيد المنال بعد أن تجذر الفساد وتمكن وتغول منذ 20 عاما ولحد الآن؟ بل هو يكبر يوما بعد يوم، حيث لم يعد الفساد ظاهرة مثل ما يرى بعضهم بقدر ما أصبح واقعا نعيشه يوميا ونراه ونسمع به. فقد صار الفساد ومع الأسف عنوانا كبيرا مخيفا ومخزيا في الوقت نفسه لصورة العراق من بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني الغاشم له. إن للفساد عناوين وأشكالا كثيرة ومتعددة ومتباينة، فالموظف الذي يرتشي بمبلغ قدره 5000 أو 10000 دينار لتمشية معاملة مواطن هو فاسد، وأيضا من يقومون بسرقة مصفى أو طائرة مدنية هم أيضا فاسدون، وما يتقاضون رواتب ومخصصات وامتيازات عالية جدا لا تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به، ولا يتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية والعلمية، ولا مع مهنيتهم ولا شهاداتهم الدراسية، هم أيضا فاسدون. يذكر خبراء الاقتصاد في العراق بأن 60% من الموازنة هي رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهذا غير موجود في كل دول العالم. والمصيبة الأكبر إذا ما علمنا أن الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب هو أكثر من 4 ملايين دينار شهرياً حتى لو كانت خدمته شهراً واحداً. وعليك أن تتخيل كم عضو مجلس نواب لخمس دورات انتخابية مرت على العراق، وكم الرواتب التقاعدية التي تدفع لهم، ناهيك عن الراتب التقاعدي لرؤساء الجمهورية ونوابهم
ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه المتقاعدين والحاليين. مقابل كل هذه الرواتب الضخمة التي تمثل أحد أبواب الفساد المشرعم بالقوانين، هناك أكثر من 13 مليون عراقي يكسب دولارين فقط في اليوم. فهل هناك ظلم أكبر وأكثر من هذا؟ وأي دستور وأية قوانين ظالمة من أقرت وشرعت هذا الفساد؟ وأين أصحاب الحل والعقد والحكمة والرشد من ذلك؟ يقول الكاتب عبد الرزاق محمد دليمي في صحيفة الميثاق الوطني: تزداد تعقيدات الأوضاع بالغة السوء في العراق منذ احتلاله حتى أصبحت أكبر من أن يستوعبها مفهوم تغيير النظام، حيث تضرب سلسلة النكبات والانتكاسات رؤوس العراقيين منذ احتلال بلدهم، وفرض هذه المجاميع من شداد الآفاق والمرتزقة الملوثة أيديهم بجراثيم الفساد والفشل والفوضى على رقابهم وإلى الآن. لذا فحديث بعضهم عن التغيير يجب أن لا يكون مجرد عملية تدوير لنفايات السلطة من العملاء الحاليين إلى أشباههم، بل يجب أن تكون عملية تغيير جذري تشمل جميع الآليات بما فيها وضوح كامل وجلي لعلاقة الدولة بالمجتمع، وأن يكون في مقدمة أهدافها توسيع نطاق المشاركة لتشمل المواطنين كلهم بعيداً عن انتماءاتهم وهوياتهم الدينية والإثنية واللغوية والطائفية. كان منهج جميع الحكومات والطبقة السياسية في العملية الفاسدة استخدام العنف غير المبرر في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وهذا يعني بوضوح أن علاقتهم انتهت مع الشعب، كما يعني أن النظام قد مات سريرياً، ورغم كل ما زوقوا به حكمهم فقد أثبتت تجربة 19 عاماً قاتمة السواد زيف ديمقراطية الاحتلال وعجز وتخلف عملائهم رغم شعارات الثناء والمديح التي يصبغون أنفسهم بها عبر ذبابهم وجيوشهم الإلكترونية التي باتت هي الأخرى عاجزة عن مواجهة إدارة الشعب ورفضه لكل ما أنتجته مرحلة ما بعد الاحتلال. فالانتفاضات والاحتجاجات وحملات السخرية السياسية أصبح سياقاً يمارسه العراقيون ضاربين عرض الحائط كل ما كان يتشدق به العملاء من الاتكاء على الخلفيات الدينية الطائفية أو السياسية أو المناطقية أو العائلية التي فشلت جميعها فشلاً ذريعاً في مواجهة عنفوان الشعب العراقي وثورته المستمرة. لقد أدرك كل العراقيين أن كل تلك الفئات قد تواطأت في صنع رمزية لزعامات منسلخة عن مجتمعنا وبيئتنا الثقافية والاجتماعية. قال المعلق في صحيفة التايمز روجر بويز إن روسيا وفرت الغطاء لنظام بشار الأسد وأعانته على الإفلات من العقاب، وقال إن بشار الأسد سفاح دمشق هو الناجي الكبير، فمنذ الربيع العربي عام 2011 تم الرهان على تداعي حكم عائلة الأسد التي تحكم سوريا منذ عقود، وتم التعويل على المعارضة للتخلص منهم، لكن الجهود فشلت حيث ظهر بشار الأسد قبل فترة وهو يتمشى في شوارع حلب مع أبنائه وكأنهم في رحلة وسط الآثار اليونانية القديمة، واستطاع النجاة خلافاً للدكتاتوريين الآخرين في الشرق الأوسط لسببين: الأول هو قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوة لدعم بقاء الأسد في السلطة، وبات اليوم الدكتاتور الوكيل لموسكو حيث تعمل المخابرات العسكرية الروسية على توفير الحماية له. أما السبب الثاني وإن لم يتم الحديث عنه فهو قرار القادة في الغرب والشرق غسل أيديهم من الجرائم المتعددة للنظام، رغم وجود بعض الإجراءات القانونية لملاحقة النظام مثل قرار محكمة ألمانية في كانون الثاني يناير بسجن ضابط سوري بعد إدانته بجرائم قتل جماعي. بشار الأسد لا يزال بعيداً عن الوقوف أمام محكمة الجنايات الدولية في هيغ، وهو المكان الذي يجب أن يكون فيه. وبحسب الأمم المتحدة فقد قتل حوالي 350 ألف سوري منذ آذار مارس عام 2011 إلى جانب تشريد 14 مليون نسمة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حوالي 14,664 حالة وفاة جراء التعذيب، وتم سحب هذه الجرائم تحت البساط، ليس لأن هناك مجازر جديدة في أوكرانيا، بل بسبب الدرع الذي بناه بوتين لحماية الأسد من المحاسبة. فبعد هجوم غاز السارين في الغوطة الشرقية عام 2013 وقتل فيه 1400 مدني، بدا من الواضح أن الأسد يمكنه الإفلات من أي شيء يرتكبه، فرغم اعتبار الأمم المتحدة ما حدث في الغوطة جريمة حرب، لم يقم الغرب إلا بمحاولات فاترة لتحميله المسؤولية. وافتخرت القيادة العسكرية الروسية بالحملة في سوريا لدرجة أنه يتم تدريس دروسها في الأكاديميات العسكرية. نشرت مجلة تايم الأمريكية تقريراً أعده تشارلي كامبل، قال فيه إن محاولات جنرالات باكستان تكميم صوت رئيس الوزراء السابق عمران خان قد ترتد سلباً عليهم، وقال إن خان كان قرر تنظيم احتجاجات حاشدة لتعبئة قاعدة حزب الوسط الذي يقوده تحريك إنصاف ومهاجمة خصومه السياسيين الذين وصفهم بتنظيم انقلاب دعمته الولايات المتحدة للإطاحة به، وأصبحت التظاهرات هذه أكثر احتشاداً وأشد حدة في الأسابيع الأخيرة، حيث وجه أيقونة الكريكيت غضبه ضد المؤسسة العسكرية التي دعمت صموده السياسي ثم تخلت عنه، ووصلت الأمور إلى درجة تستدعي التعامل مع الوضع. فقد قامت الشرطة بتوجيه تهم لخان بناء على قانون مكافحة الإرهاب بسبب خطاب ألقاه يوم السبت في إسلام آباد، حيث تعهد بتقديم ضباط الشرطة وقاضي إلى المحكمة بسبب اعتقال وتعذيب مساعد مقرب منه. يقول مايكل جوكلمان نائب مدير برنامج آسيا في مركز ووردو ويلسون: لو تم اعتقال خان فستكون النتيجة غير واضحة، وربما يشهد البلد مخاطر عنف في المدن الكبرى. مضيفا: يتمتع خان بدعم قاعدة مسعورة ولن تقف مكتوفة الأيدي وفق وصفه، وعدم الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية والصراع بين المؤيدين لخان والمعارضين له يقوض عمل المؤسسة المهمة. ففي 10 أغسطس زعم الطالبان باكستان أنها أعادت السيطرة على أجزاء من وادي سوات في شمالي البلاد، وهي لحظة محفوفة بالمخاطر لكي ينقسم الجيش الباكستاني على نفسه. وفي الأسابيع القليلة الماضية خفف خان من حدة لهجته تجاه الولايات المتحدة، تاركا الباب مفتوحا لإصلاح العلاقات لو عاد بأعجوبة للحكم مرة ثانية، ولكنه ركز هجماته ضد الجيش الذي وصفه ساخرا بالمحايدين في رد واضح على بيان من قادة الجيش أنهم لا يتدخلون في السياسة. للكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع. التقط تلسكوب جيمس ويب أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم صوراً مذهلة لكوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية. وتظهر الصور التي التقطت في يوليو تموز الماضي تفاصيل الشفق القطبي والعواصف الهائلة والأقمار والحلقات المحيطة بالمشتري، وهي صور وصفها علماء الفلك بأنها مذهلة، واستطاع الخبراء
تلوين صور الأشعة تحت الحمراء بشكل مصطنع لإبراز مميزاتها، نظراً لأن الأشعة تحت الحمراء غير مرئية للعين المجردة. وقالت إيمي دي بارتر، إيمكي دي بارتر، حماية كواكب من جامعة كاليفورنيا والتي نهضت بدور رئيسي في المشروع: لم نرى كوكب المشتري بمثل هذه الصورة من قبل، إنه أمر مذهل حقا. وتعد مهمة تلسكوب جيمس ويب التي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار مشروعا مشتركا بين وكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية بقيادة ناسا. يعد الشماغ زياً تقليدياً أردنياً توارثته الأجيال منذ عقود طويلة، ويعتبر رمزاً خاصاً بهم، ويخضع بالعادة لعملية تزيين وتجميل من خلال إضافة لمسات فنية عليه لا يتقنها إلا القليلون، يطلق عليها الهدب. مهدبات الهدب مبادرة نسوية أطلقتها سيدة أردنية تدعى ثائرة عربيات عام 2021 من محافظة البلقاء، أخذت على عاتقها إحياء موروث تراثي وشعبي. فن تطريز الهدف في محاولة منها لمنع اندثاره، لا سيما مع تطور المجتمع واقتصار ارتدائه على كبار السن وفئات محدودة. ولا ندعوكم لمتابعة هذا الفيديو. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.